السلام عليكم. السلام عليكم. احنا بدينا وياكم محاضرات البون اند جوينت ديزيزز، واخذنا الروماتويد ارثرايتس. اليوم نكمل وياكم الديزيز الاخر اللي هو عندنا الجاوت اند هايبر يوريسي. انتوا ده شايفين يعني بعض الاحيان اطباء العيون يكتبون وصفه، يكتب مثلا كلورام فينيكول، يكتب وياها جولته. جولته يعني المكان ما يكتب دروب، اب يكتب وياها كلورام فينيكول جولته يعني دروب. فالجا دروب يعني فد شيء، هي خطوه فد شيء و يعني ساقط من الاعلى الى الاسفل. فكلمه الجاوت ايضا تشير الى فد شيء ساقط من الاعلى الى الاسفل وفق معتقدات الشعوب القديمه هو اللي سبب هذا المرض. شنو هذا الشيء اللي نازل من الاعلى الى الاسفل؟ هم كانوا يعتقدون هاي الارواح الشريره هي اللي نزلت من الاعلى درو فروم ذا يعني عاده اكثر سايد افكتد باي ذا الجاوت هو البيك اوف ذا البيس عفوا اوف ذا البيكتو. فهاي تسمية الجاوت يعني دروب. مرض الجاوت يعني باي ديفينيشن نشوف تعريفه، ريكرنت ايبيسود اوف اكيوت جوينت بين. اذا ريكرنت جوينت بين شنو السبب مالته؟ ديو تو شنو هذا؟ ريزلتنج فروم شنو؟ ديبوزيشن اوف منو؟ اليوريك اسيد كريستال بالجوينت سبيس سوي لنا انفلامتري رياكشن، والانفلامتري رياكشن هذا بروديوس البين، بروديوس السوالين، بروديوس الريثيما، بروديوس التندرنس، كلها هذه due to deposition of uric acid crystal. فإذا هو recurrent joint pain resulting from deposition of uric acid in joint space with the resultant inflammatory reaction with subsequent development of erythema pain with swelling and tenderness. طبعا هم نبات يسمونه داء الملوك. ليش؟ لأنه هو اليوريك أسيد عادة هو derived from the purine. البيورين base هذا موجودة بالنيوكليك أسيد، زين البيورين هي طبعا موجودة بالنيوكليك أسيد، وأكثر شيء بالحقيقة عندنا الميت وخصوصا الليفر خصوصا الكدني بالحقيقة هاي rich by the purine. فالبيورين الاند برودكت مالتها الميتابوليزم مالتها تنتهي لنا بفورميشن اوف شنو؟ اليوريك أسيد. وايضا حتى هم الكينز يعني هذا الالكوهول البيرز وغيرها ايضا كونتين بيورينز، وبالتالي هذه ايضا تنتهي لنا ب يوريك اسيد، وبالتالي هذا يسمونه ديزيز اوف ذا الكين. هنا نقول موست جاوت بيشنت ار مين. بالحقيقه البريفلنس الانسيدنس مالت الجاوت هي بالمين مور ذان ذا ويمن. especially عندنا البري مينوبوزال ويمن. بالبري مينوبوزال ويمن هذا يعتقد هذا الجندر ديفرنسز ديو تو الاستروجين. الاستروجين عنده احنا نقول عليها يوريكوز يوريك افكت يعني بروموت اكسكريشن اوف يوريك اسيد، وبالتالي عاده نشوف الجاوت موست بيشنت افكتد يعني ار مين. لكن نشوف الويمن اللي هي افكتد موست يعني بالبوست مينوبوزال، موست الومن افكتد هم شنو البوست مينوبوزال لان الاستروجين ليفل يقل. الجاوت هذا فاميليال تندنسي يعني اكو جينيتيك بري ديسبوزيشن، يعني كثير من المرضى اللي عندهم جاوت نشوف عنده واحد من الفاميلي ممبرز الريلاتيف عنده شنو؟ عنده الجاوت، وبالتالي هذا سجست ا جينيتيك بري ديسبوزيشن تو ذا الجاوت. بالحقيقه هذا الباثوفيزيولوجي مثل ما قلنا احنا هو المشكله عندنا في اليوريك اسيد. اليوريك اسيد عندنا بالانس عاده ما بين البرودكشن والاكسكريشن. السورس مالت اليوريك اسيد يجينا عاده من الدايت، وهاي تشكل بالحقيقه نسبه تقريبا اباوت 1/3 ثلث اليوريك اسيد، اما البقيه تو ثيرد في الحقيقه هو يجينا فروم اندوجينوس سينثيسيس مثل ما قلنا مالت البيورين ميتابوليزم، فاباوت تو ثيرد فروم اندوجينوس سورس، 1/3 من الدايتري سورس، واكسكريتد مينلي اكسكريتد
باي ذا الكدني. احنا عندنا قلنا المشكله عندنا هايبر يوريسيميا كومبليشن اوف يوريك اسيد المنطقيه، يعني اما عندنا ليه دا يصير عندنا هايبر يوريسيميا، يا اما عندنا يعني اوفر برودكشن صح لو مو صح، او عندنا شنو اندر شنو اندر شنو اندر اكسكريشن، يا اما عندنا اوفر برودكشن او اندر اكسكريشن. بالحقيقه موست اوف ذا بيشنت هم عندهم شنو اندر اكسكريشن، يعني اباوت 90% اوف ذا بيشنت البروبلم هي بالاندر اكسكريشن اوف يوريك اسيد. وطبعا هاي ربما بها جينيتيكلي ديترمايند، يعني اكو جينيتيك كوزز صار عندهم بروبلم بالاكسكريشن اوف يوريك اسيد. اكو حالات قلنا 10% ديو تو شنو اوفر برودكشن اوف يوريك اسيد، هم اكو امراض وراثيه بالحقيقه ممكن تسببها. واكو حالات اخرى مثلا نشوفها مثلا يسموها تيومر لايسيس سندروم. يعني شنو تيومر لايسيس سندروم؟ من اسمها تيومر لايسيس، شو وقت يصير عندنا؟ يعني مثلا بيشنت عنده لوكيميا، عنده لوكيميا لنفترض احنا اعطيناه كيموثيرابي، الكيموثيرابي ايش راح يسوي لنا؟ تيومر شنو؟ لايسيس ولارج نمبر اوف سيل ماسيف نمبر، فهم نفس الشيء راح يطلع النيوكليك اسيد مالتنا وراح يطلع لنا بالنتيجه راح يصير عنده هايبر شنو سيفير شنو؟ هايبر يوريسيميا. هاي من ممكن حتى تسوي لنا يعني رينال فيلر وتسوي لنا كذا المشكله مالتها. فهاي لذلك هسه هذول البيشنت مثلا اهل الكانسر لوكيميا وغيرها بالوقت اللي نعطي وياه نعطي كيموثيرابي نعطي وياه بروفيلاكسيس شنو هو؟ نعطي هو بروفيلاكسيس يقلل لنا السنتسيز مال يوريك اسيد يا اللي هو منو عندنا؟ الالو يا الو؟ الو بيورينون الو بيورينون. او نعطيهم وياها اكسسيف هايدريشن فلويد يعني فلويد على مود بروموت اكسكريشن اوف اليوريك اسيد بالاضافه الى الالو بيورينول بروفيلابسيس اجينست الهايبر يوميزيميا اللي من تيومر لايسيس سيمبل. من زاد اليوريك اسيد يصير له بريسيبيتيشن لحد يصير ساتوريشن بعد ماكو سولوبيلتي يصير له شنو بريسيبيتيشن بالجوين مثل ما قلنا من يصير له بريسيبيتيشن بالجوين يسوي لنا الانفلاميشن اللي راح نشوفها على شكل ريدنس وبين والريثيما وتندرنس وهاي اللي نشوفها. طبعا اكثر شيء هو يصير عندنا بالبيس مثلا اوف ذا بيكتو لانه هنا التمبريتشر يعني مثلا هنا عاده التمبريتشر بالاطراف اقل وبالتالي هاي السولوبيليتي مالت اليوريك اسيد تقل من الممكن انه يصير عندنا اكثر شيء بهذا الانسايد. طبعا حتى البي اتش وغيرها من الممكن انه تاثر. هاي المرحله المبكره اوكي، يعني المرحله الاولى البيشنت يصير عنده هذا الجوينت بين سوالينج ريدنس وغيره. من الممكن انه بالحقيقه يصير له في مرحلة أخرى يصير له ديبوزيشن وين يسوي لنا بالكدني يسوي لنا شنو كدني شنو؟ كدني ستون هذا يسمونها الجاوت نفروباثي جاوت نفروباثي. هذا حتى من الممكن أنه يسوي لنا شنو رينال شنو؟ رينال شنو؟ رينال فيل. أكو في ذا مراحل بعد كرونيك جاوت الكرونيك جاوت ممكن يسوي لنا هاي يسمونها التوفي اجريجيشن اوف يوريك اسيد كريستالز aggregation of uric acid crystals يعني بالفينجرز بالتو حتى بالاذن وغيرها هذه من الممكن يسوينها يسموها التوفي. طبعا احنا اللي هي aggregation of uric acid crystals شوفونا حتى هذا الشاينين يلو appearance مالتها حاليا من النادر يعني غير نسيب in practice. ليش؟ لانه حاليا الادويه اللي موجوده الالوبيورينول وكذا هذه تمنع عاده formation of التوفي وان كانت هي يعني موجوده بال هذا من الريسك فاكتورز فور جاوت اوبيسيتي هايبرتنشن ديسليبيديميا دايابيتس الكحول كل هذه بالحقيقه ريسك فاكتور. هسه نجي على الكلينيكال مانيفستيشنز. اول وحده الاسيمتوماتيك هايبر يوريسيميا. احنا مو كل هايبر يوريسيميا هي شنو؟ جاوت. مو كل هايبر يوريسيميا هي جاوت، وإن ليش؟ لأنه أحيانا أكو قسم من الناس هم شنو ما؟ أسمتوماتيك. وبالحقيقة الشيء المهم أنه الأسمتوماتيك هايبر يوريسيميا شنو؟
doesn't require treatment. ليش doesn't require treatment؟ لأنه بالحقيقة most patients حوالي 50 من عندهم هم شنو ما remain شنو؟ asymptomatic. فريمين asymptomatic وبالتالي ما يحتاجون إذا صار عندهم symptom ذاك الوقت انعالج. فإذا الأسيمتوماتيك hyperuricemia not require treatment لأنه most of the patients remain asymptomatic. هسه نجي على السيمبتومز. مثل ما قلنا السيمبتومز مالت الهايبر مالت الجاو هو هذا يعني من هاي الصوره. احنا هسه شنو اللي نستفاد من هاي الصوره؟ يعني احنا نقول الصوره تغني عن ألف كلمه بالمثل الصيني. فشنو اللي هسه موجود هنا بالصوره نقدر نقول عليه مثل اللوكيشن يعني اللوكيشن عافيه اللوكيشن انه الموست كومنلي هو بالبيس اوف ذا البيج تو بعد الابيرنس مالته بالحقيقه هذا ريدنس سوالينج بين هذا توجع هذا اطخه هسه هيك تندرنس يعني هذا نبات يعني حتى الفراش الجواريب الكذا اذا يطخه المريض يضل يصيح من عندها لانه البين مالته هو من موست سيفير بين. اوكي يعني طبعا اكثر شيء يصير وش وقت؟ ات نايت بالصبح اكثر شيء. هنا شو يقول؟ periodicity second attack within one year. عادة أغلب المرضى الموست يعني الكومن سيناريو أنه يصير عنده first attack يصير عنده second attack within the same year. يعني within one year يصير له يرجع عنده عادة second attack. هذا السيناريو الموست كومن. يبقى ناس ما يصير عندهم يصير مرة فترة أطول لكن الموست كومن السيناريو هو يصير عنده مثل ما قلنا. قلنا المرحلة الكرونيك ممكن يصير توفي أو يصير عندنا عندنا رينال ستون جاوت نفروباثي وحتى هذا مثل ما قلنا ممكن يسبب لنا شنو أكيوت شنو رينال غير راح نشوف ستون يوريك أسيد ستون. دايجنوزز بالحقيقة ديفينيت دايجنوزز هذا شو نسوي له هذا بالمفصل مالنا شو نسوي له؟ نسميه اسبيريشن اوف سينوفيال فلويد. هذا ديفينيت diagnosis aspiration of the synovial fluid. ايش نلقى بها synovial fluid؟ ايش نلقى بها crystals يوري بس crystals. اوكي يعني زين بس هاي شنو المشكله بي انا اسحب اوبرا وسينوفيال فلويد احنا نقول عليها شنو هذه invasive process invasive. اوكي لذلك احنا الاسهل نعتمد عليها من depending on the شنو sign and symptoms as well as the شنو the response to it the treatment يعني response to the treatment هذا همينه confirm يعني the diagnosis. هسه نجي على the treatment. هنا أنا قبل ما أطب في تفاصيل the treatment اللي هو شوية قد تكون موسعة راح ناخذها نحكي في الهيدلاين مالتها الأساسية. هسه حتى راح نحكي التفاصيل أنت الصورة العامة يعني واضحة عندك. أوكي يعني احنا بالتريتمنت مالت الجاوت عندنا شغلتين تريتمنت اوف اكيوت اتاك صح ولا مو صح وعندنا بعد شنو بريفنشن فور ذا ريكرنت اتاك او خلينا نقول عليها بروفيلاكس صح ولا مو صح مو هذا الشيء الاساسي انا اول مره اعالج الاكيوت اتاك وبعدين انطيه بروفيلاكسس تو بريفنت فيرذر اتاك واضح يعني اساسي واضح زين بالاكيوت اتاك بين فشنو الدراج اوف تشويس اللي نستخدمها بالاكيوت اتاكس مالت الجاوت ايش عندنا شنو؟ نان ستيرويدال انتي انفلامتري دراج بعد منو نستخدم؟ كولتشيسين وبعد الكورتيكوستيرويد. فاذا الفيرست لاين او الدراج اوف تشويس اللي نستخدمها بالتريتمنت مالت الاكيوت اتاك نستخدم لها كورتيكوستيرويد ممكن نستخدم نان ستيرويدال انتي انفلامتري دراج كولتشيسين بعد منو؟ كورتيكوستيرويد. واضح يعني هسه هذه واضحه زين يبقى عندنا شنو بروفيلاكسس. البروفيلاكسس ننطي الادويه اللي شنو شو يسوي هاي الادويه لو شنو لو شنو يوريك اسيد مثل ايش لو يوريك اسيد زين يا اما تقلل البرودكشن مالت اليوريك اسيد من الالوفيرينول او تزيد السكريشن اوف يوريك اسيد هاي سموها يوريك اسيد يوريك دراكس بروبلاسيد. واضح يعني هسه هذه واضح؟ زين، اكو فقرة أخرى، هاي بس حتى الجزء الآخر من التريتمنت، فهسه عندنا تريتمنت أوف أكيوت أتاك،
non-steroidal, colchicine, corticosteroids. Treat or prophylaxis to prevent further attacks or second attacks. هذا ننطيك الأدوية اللي تقللنا اليوريك أسيد. الأبيورينول أو بروبنسيد وغيره. المشكلة بعد عندنا جروب ثالث من الميديكيشن. هاي الأدوية اللي تقللنا اليوريك أسيد. الأبيورينول وكذا وغيرها. أحيانا بالبداية من ننطيها مو قللت لنا اليوريك أسيد سيرام يوريك أسيد. هذا راح يسوي لنا موبيلايزيشن، هذا الكونسنتريشن ديفرنس راح يسوي لنا يحرك اليوريك اسيد كريستالز اللي موجوده بالجوينت وكذا، وبالتالي من الممكن انه شنو بريسيبيتيت شنو؟ انذر اتاك او بريسيبيتيت يعني ريكرنت اتاك اوف جارد بين. لذلك انا لازم اذا انطي اليوريك او اليوريك اسيد لورينج دراجز حتى لا تصير لي هاي المشكله، حتى لا تصير لي هاي المشكله انطي وياها بروفيلاكسيس بالفتره الاولى. من هي هاي البروفيلاكسيس؟ هم نفس الشيء لو دوز نان ستيرويدا ولو دوز كولتشيسين وحتى لو دوز كورتيكوستيرويد. واضحه؟ هذا من الجروبات اللي تابع راح نستخدم التريتمنت. تريتمنت اوف اكيوت اتاك نان ستيرويدا كولتشيسين كورتيكوستيرويد. بروفيلاكسيس يوريت لورينج دراكس الابيورينول بروبنسيد وغيرها، بس قلنا هاي من تنطيها بالبدايه لانه يسوي لنا موبلايزيشن اوف ذا يوريك اسيد ديبوزيت فروم ذا جوينت، وبالتالي من الممكن يسوي لنا انذر حتى ننطي وياها لو دوز بروفيلاكسيس يا اما لو دوز نان ستيرويدال او لو دوز كولتشين او لو دوز كورتيكوستيرويد. هذا هو ملخص التريتمنت. واضح يعني هاي واضحه الصوره؟ يبقى احنا منهجنا اللي قلناه بالمحاضره السابقه، انا من اجي احكي عن الستيرويدات انا ما راح اجي احكي الاشياء التقليديه للستيرويدات. ما اجي اقول لك والله الستيرويدات اسوي لنا جي اي دي اوسريشن، اخذ افتر فود، اطي وياها بروتون بامب انهبيتر، عندنا سلكتيف وعندنا نان سلكتيف. هذا في كل موضوع يعني هي معروفه صارت روتين. الاساس اللي عندنا بالمحاضره انا احكي الشغلات اللي هي متعلقه بالنان ستيرويدال بالجارد. مثل ما حكينا بالنان ستيرويدال بالروماتويد ارثرايتس قلنا اهم شيء بيها انه هي جاست سيمتوماتيك نوت بريفنت ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز او كذا. فايضا انا هسه اليوم من احكي النان ستيرويدال الاشياء التقليديه الكلاسيك انا ما لي علاقه فيها، راح نحكي على الاشياء المتعلقه باستخدام النان ستيرويدال بالجارد. اوكي يعني هي هاي اهم شيء يعني عندنا بالمحاضره. طبعا احنا هنا بالاكيوت جاردي اتاك اكو ممكن ريست حب ثلج عليها، هاي نان فارماكولوجي. فارماكولوجيكال ثيرابي مثل ما قلنا نان ستيرويدا كولتشيسين شنو؟ كورتيكوستيرويد. هاي لازم نبدي بيها از سون از بوسيبل اول ما يبدينا الثيم. زين هسه نجي على النان ستيرويدا، قلنا شنو الشغلات اللي متعلقه بالنان ستيرويدال بالجارد؟ اول شيء هي الدراج اوف تشويس. اوكي يعني احنا قلنا كولتشيسين وستيرويد وكذا، نان ستيرويدال هي المين ستي، هي الفيرست لاين تريتمنت اوف اكيوت جاوتي اتاك. اوكي يعني هسه هذه؟ سابقا كانوا يقول راسا اللي يسمع يشوف جارد راسا يبدي له اندوسيد على اساس انه الاندوسيد مور افكتيف ذان ذا اذرز. اوكي حاليا هاي الكتاب يقول all non steroidal are considered شنو؟ equally effective. فاذا هاي الفكره هم خاطئه. المساله الاخرى المهمه، انه احنا في كثير من الامراض نبدي لو دوز وشويه شويه نصعدها وكذا. هنا بالعكس، هنا بالاكيوت اتاك ستار نان ستيرويدال انتي انفلاميتري دراج at the maximum dose. At the شو يقول higher end of therapeutic range بالماكسيمم دوز. وراها من يصير عندنا complete relief للبين انا ابدي اسوي لها شنو؟ تاكل. واضح؟ اوكي يعني ابدي at large dose maximum dose. وشوفوا هاي الدوز يعني مثلا مال البروفين، هاي بس على سبيل المثال. شوف الايبوبروفين قد الدوز مالته بالاكيوت جاوتي اتاك 600 الى 800 ملغ اربع مرات باليوم، يعني حتى 800 ملغ بروفين اربع مرات باليوم. اوكي يعني ليش؟ هاي قلنا ستارت ات ذا لارج دوز وبعدين اذا صار ريسبونس نسوي لها تاكل.
واضح عيني يا سعد هناني؟ اهو. الدواء الثاني اللي عندنا قلنا بالاكيوت من هو؟ بولسيسين. اعشاب هاي موجوده بال يسمونه هو بال اسم النبات المحلي يسمونه الاحلاح. الاحلاح هذا موجود يعني بالبرد وكذا هذا يجي. اوكي بالابصار. زين هسه نجي على الكورتيزين. طبعا احنا اول شيء اليوز مالته ان فريكوينتلي قل. ليش؟ لانه شنو عنده نارو شنو ثيرابيوتك شنو؟ عنده توكسيسيتي. شنو هي التوكسيسيتي مالته؟ عنده يسموها جي اي ادفيرس افكت وعنده سيريس سايد افكت نيوتروبينيا او نيورومايوباثي. زين شوف بعض احنا بالمحاضره يعني عاده انا شخصيا ما اكتب الدوزز بتفاصيلها ولا اطالبكم بها. الدوزز اللي تحتاج بها الاف موجوده انديكيشن كولتشين دوزز وتفاصيل. بس شوف هنا سابقا بنشوف على بس على مود الدياريا او الكذا هذه سابقا الدوزز مالت الكولتشين يقول لك ما عنده دوز. يعني شنو الدوز مالتك؟ يقول لك انت انطيه وعيد له اياه الدوز الى ان المريض يصير عنده دياريا. الى هذا كان الاند بوينت مالته انطيه كولتشين عيد له اياه الى ان يصير عنده شنو؟ دياريا جي اي توكسيسيتي. اوكي حاليا لا هذا الدوزنج ريجيمين ما موجود وانما اكو بنطيها قد ملغرام قد ملغرام ورا هيد. اوكي يعني هاي بس حتى نقول على بالنسبه لي يعني طبعا عنده ايضا سيريس دراج انتراكشن ويا الكاريزومايسين ويا الستاتين او اوكي يعني زين. كورتيكوستيرويد هنا شو يقول عليها؟ الترناتيف فور بيشنت عنده كونترا انديكيشن او كان نوت يوز منه نان ستيرويدال اذا هي الثيرد لاين كورتيكوستيرويد. اوكي ما يقدر يستخدم. هاي واضحه؟ زين نفس الشيء اذا البيشنت عنده مثلا one joint only يعني affected انا مو كان ما انطيه اورال او انطيه انترا ماسكولار انطيه اياه شنو؟ انترا شنو؟ ارتكيلر. انترا ليش انترا ارتكيلر؟ شنو فائدته يعني؟ انطيه اورال انا شنو اقدر لوكال ما عنده هاي السيستمك سايد افكت مال الكورتيكوستيرويد. اوكي يعني هيب انطيه اياه لوكال بس هذا يشترط فيها لازم شنو؟ انا اللي حتى اذا انطيه انت ارتكلر لازم شنو؟ العدد يعني انا فما عنده 10 مفاصل وانا هنا وحده وانترا ارتكلر وهنا انترا ارتكلر. اوكي يعني اوكي والجوينت لازم شنو؟ لارج جوينت بحيث ممكن انا انطيه اياه بسهوله الانترا ارتكلر لانه ديفيكولت بالحقيقه بالسمول جوينت انه انا انطيه انترا ارتكلر. اوكي يعني واضحه؟ هذا عندنا الانترا ارتكلر انجكشن. اكو دواء اخر هذا احنا قلنا بالاكيوت اتاك كولتشيسين كورتيكوستيرويد نون ستيرويد وعندنا هذا دواء قناقينومار. عندكم واحد قناقينومار هنا؟ زين قناقينومار هذا ما من اسمه ما يعني شنو؟ يعني مونو كلونال شنو؟ انتي بودي. قلنا الماب هذا مونو كلونال انتي بوديز هذا بالحقيقه ذا فيرست بيولوجيك ايجنت ابروفد فور اكيوت جاوت وبالحقيقه هو بس باليورك يعني اف دي اي ما عنده اف دي اي ابروفد. هسه هاي اوكي يعني هاي اكيوت اتا هسه قلنا شنو؟ نعطيهم شنو؟ لونج تير يوريت لورين ثيرابي حتى تقلل لنا نان فارماكولوجيكال يقول له افويد الكحول انكريز فلويد انتيك حتى يزيد لنا يوريك اسيد لوس ويت لو يورين دايت خصوصا الميت وخصوصا الليفر. اوكي يعني لكن هي يقول ار نوت ويل توليريتد ان بالاتابول اند امبراكتيكال. يعني اكو بعض الكتب تقول صحيح اكو بعض الكتب تقول لها لا تاكل البقوليات لا تاكل اللحم لا تاكل الكذا وبعض الكتب تقول هذه صعبه على المريض امبراكتيكال ان بالاتابول فخليها على الادويه يعني اسهل على المريض الكواليتي اوف لايف. انواع اللحم الريد ميت بس الريد ميت اوكي يعني اكثر شيء الريد ميت وخصوصا لو بعد يركزون على الليفر والكدني يعني اكثر من الريد. الفارماكولوجيكال ثيرابي مثل ما قلنا هي اليوريت لورين ادراكس. اوكي
مو كل مريض نعطيه يوريت لوري ادراكس. اكو بعض الكرايتيريا يعني مثلا هاف تو اور مور اتاكس، يعني مو من اول اتاك انا ابدي له وراقه اليوريت لوري ادراكس، وان كان هو بالحقيقه اغلبهم هم تو اور مور اتاكس. اللي عنده توفي، اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز، هذا عنده رينال امبيرمنت، انه بعد اليوريك اسيد ممكن يسوي له فيردر امبيرمنت، وهكذا. اللي عنده هيستوري اوف يورولتياسيس يعني كيدني ستون رينال ستون، هذا هم اليوريك اسيد ممكن يسوي لنا، وهكذا. هاي عاده الانديكيشن لها. هذا التارجت زين، انا انطيها الى اي حد؟ انطيها الى اي حد اللي تقلل لنا اياها في جيل اقل، قلل لنا اليوريك اسيد اقل من الجيل اقل من 6، وعادة هي prescribed for long term. مثل ما قلنا سابقا كانوا يمنعونها في الاكيوت اتاك، لانه قلنا هذا تسوي لنا موبلايزيشن الديبوزيت وكذا، حاليا لا تستخدم. يا اما تقلل لنا البرودكشن او تزيد لنا شنو؟ اكسكريشن. هنا شو يقول؟ الزانتين اوكسيديز الامدر يعني الالبيورينول هو من هو؟ الفيرست تايم. اوكي، بينما اليوريك واز يوريك ياتينيان الترناتيف ثيرابي ان ريفراكتري كيسز، حالات الريزيستنت كيسز نعطيها الالبيورينول بعد ينزل اليوريك اسيد، من الممكن ان استخدم شنو؟ استخدم شنو؟ كومبينيشن. الالبيورينول هو الموست كومن او الموست وايدلي prescribed drug، بس في مشكله هو سايد افكت، يعني وين كانت رير بس عنده بالحقيقه سيريوس سايد افكت. السيريوس سايد افكت مالاته هذني على السكين. اول وحده مثلا يسوون الرتيبه شنو هاي؟ مالتي فور، او هذه ينصرف الجلد يجي يسموها اكسفوليتيف ديرماتايتس، والمور سبير يسوون توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. هذا سايد افكت هذا مال الالبيورينول، مو واحد بيرن بيشن هذا مو معروف، وانما هذا توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس. This is a rare serious side effect of الالبيورينول، وهذا هم يعني توكسيك ابيديرمال نيكروليسيس، هذا هم يعني سايد افكت مالته rare but serious side effect of الالبيورينول. في بوكس ستات باور، هذا هم من زانتين اوكسيديز انهبيتر. شو هذا بعد ميرجع؟ عندك بيرز ابو هذا؟ شنو لا اكو تريتمنت ستيرويد وكذا وكذا وكذا، بس هي اكو فيتاليتي يعني ريت فيتاليتي ريت بس هي اوكي. لا لا هاي يعني سايد افكت يعني توكسيك يعني هذا ما له علاقه، دوز اندبندنت. اوكي؟ زين. في بوكس ستات هذا هم زانتين اوكسيديز انهبيتر، هذا في شغله واحده مهمه لكم تعرفوها. هو شنو هو؟ انه هو ستراكشرالي ان ريليتد، لان هو نان بيورين عنده ديفرنت كيميكال ستراكشر. اوكي، هم زانتين اوكسيديز انهبيتر بس عنده ديفرنت كيميكال ستراكشر، لذلك استخدم البيشنت اللي عنده شنو الالبيورينول شنو؟ هاي هو سنسيتيفيتي، لانه هو يا ستراكشرالي ان ريليتد، ما عنده كروس عاده الهرج. اليوريك واز يوريك دراج، هذا البروبنسيد سلفين بايريزون، مثل ما قلنا هي سكند لاين، هي زي عندنا الاكسكريشن اوف يوريك اسيد. فالمريض اذا عنده هيستوري اوف رينال ستون مفروض شنو شود بي شنو؟ افويدد، لانه هذا راح يسوي هي. واحنا حتى نمنع فورميشن راح زي اليوريك اسيد، حتى تمنع فورميشن اوف رينال ستون تقول له شنو ادكويت شنو؟ ادكويت شنو؟ هايدريشن فلويد كذا، وممكن بالفتره الاولى شو نسوي؟ الكرنايزيشن اوف ذا يورين لانه يريد لنا سولوبيليتي مالت اليوريك اسيد. انذر دراجز هذا يسمونه ليزنيوراي، هذا هم يوريكوز يوريك دراجز بالحقيقه هم انهبت في ابزوربشن اذا يريد لنا اكسكريشن اوف يوريك اسيد. شوف هاي شغله مهمه، انت ابونا انا رجع احنا هسه مريض بأي مرض، خلينا نقول هايبرتكت، على أي أساس شنو هي الفاكتورز اللي افكت التشويس اوف انتي هايبرتنسيف دراجز؟ شنو الفاكتورز؟ على أي أساس هذا نختار له هذا الدواء مو غيره يعني؟ عندنا أيس انهبيتر، بيتا بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر، دايوريتكس، من أي يعني مثلا بعد ديزيزز أخرى عنده شنو؟ ديزيزز أخرى الكو اكزيستنج ديزيزز
صح. يعني مثل ايش؟ يعني مثلا واحد عنده هايبرتنشن واسما انا ياخذ مثلا منه بيتا بلوكر كوندو عندي كيف يعني مثلا. واحد عنده ديابيتس وهايبرتنشن شنو هي الفيرست لاين؟ الفيرست لاين كالسيوم شان بلوكر لا انطي دواء اذا عندي دواء دراج يعني بينفيت ذا تو ديزيز هذا انا انتهي يعني اذا عندي دواء يفيد الهايبرتنشن ويفيد الديابيتس من هو الاي سي انهبيتر او الانجيوتنسين ليش تفيد الهايبرتنشن وبالديابيتس تقلل لنا شنو؟ تقلل لنا شنو؟ تقلل لنا النفرو قال نفرو صار بروتين يوريا وكذا كومبليكيشن مال ديابيتس فانا عندي دواء يفيد لنا الهايبرتنشن وكان بروتكت ذا كيدني بروتكت ذا كيدني اوكي يعني وهكذا هذني مثلا عندنا اللوسارتان عنده يوريكوز يوريك اف لوسارتان انجيوتنسين ريسبتور بلوك في الفينوفايب ريت ليبيد لورينج درايف هارت رايت ديسرايد ايضا عنده يوريكوز يوريك اف فاذا البيشنت عنده هايبر ترايد ديسرايديميا وعنده جاوت انطي منه فينوفايبريت عند هايبرتنشن وعند هايبر يوريسيميا وعند جاوت انطي منه لوزارتان احنا هنا بعض بس يعني ننتبه بالفارما يقولون هل هذا هو عندهم مصطلحين هذا يقولون كلاس افكت لو دراج سبيسيفيك افكت كلاس افكت يعني كل الايزنتيبيتر او كل الانجيوتنسين ريسبتور او كل الفايبريت لو دراج سبيسيفيك افكت بالحقيقه هذا النين دراج سبيسيفيك انا ما قلت انجيوتنسين ريسبتور بلوكر وانما حددت منه اللوسرتان ولا قلت كل الفايبريت وانما الفينوفايبريت فهذا دراج سبيسيفيك يعني بس اللوسرتان من ضمن الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز لا الفاسرتان ولا الكانديسرتان ولا الهربيسرتان ولا الزيومسرتان ولا غيره اوكي يعني واضح فهذا دراج سبيسيفيك اف بيجلوتيجيز هذا هم يوريت لورين بدراج عندنا نشوف بالحيوانات ما تصير عندها هايبر يوريسيميا او ليش؟ لان انت هذا عندنا ينتهي لنا بيوريك اسيد الباثواي مالت البيوري ميتابوليزم ينتهي لنا فيه بيوريك اسيد بالانيمالز عندها بعد انزايم يسمونه اليوريكيز هذا يحول لنا اليوريك اسيد الى الانتومين والالانتومين بالحقيقه مور ووتر سوليبل وايزلي اكسكريت اوكي يعني؟ فاجوا علما هذا اليوريكيز بس المشكله باليوريكيز هذا شورت هاف لايف ولازم انجكشن انا ما معقول انطي يوميه اي في انطي اي في انجكشن فلازم نسوي له شنو؟ برولونجيشن للمت للديوريشن اوف اكشن حطوا له شنو؟ بي اي جي بي اي جي بيج لود اجين البي اي جي شنو هذا؟ هسه عندنا انترفيرون دول انترفيرون وعندنا بيك انترفيرون بي اي جي يعني رايفيله بولي اثيلين جلايكول اوكي يعني فالبيك انترفيرون هذاك اذا الانترفيرون العادي ينضي ثلاث مرات بالاسبوع هذا ينضي مره كل اسبوعين وهكذا فالبيك لوتيكيز هذا ينضي اي بي افري شنو؟ تو ويكس ليش؟ لانه البولي اثيلين جلايكول هذا في الصناعه تصنيعيا برولونج ذا ديوريشن اوف اكشن يعني فعمليا صار ممكن امضي اي بي كل اسبوعين بس مو اي بي يعني وانس دايلي او ثلاث اوكي يعني طبعا في مشكله انه سايد افكت انافلاكسيس كوست مالته عاليه وهكذا هاي اخير شيء عندنا الاستاجين ان شاء الله خلصنا اللي هي مثل ما قلنا شنو العنوان هذا شرحناه انتي انفلامتري بروفيلاكسيس ديورينج انيشيشن اوف شنو؟ يورين دورين ثيرابي قلنا من تبديها لو بعد تسوي لنا موبلايزيشن اوف ذا ديبوزيت تسوي لنا البين راح ننطي وياها بروفيلاكسيس قلنا البروفيلاكسيس هي شنو هي؟ لو دوز كولتشيسين لو دوز لو دوز هنا لو دوز مو مثل اللي يستعمل ابن الجدار لارج دوز وانما شنو؟ لو دوز كولتشيسين لو دوز نون ستيرويدات وهنا ايش يقول with stronger evidence supporting the use of colchicine يعني the preferred anti-inflammatory وياها هاي to prevent the acute attack هذه ومن وين low dose من colchicine يعني the evidence أقوى الأدلة على فعاليته أقوى واضح؟ زين low dose corticosteroids شنو هاي؟
الالترناتيف لانه بالحقيقه سايد افكت يعني هنا راح يستخدمون هيك فتره طويله. هنا هذا شنو؟ هذا سايد الاخير ان شاء الله. بس شوف هاي العباره يعني بس حتى نفسرها. شو يقول؟ كونتينيو بروفيلاكسيس، من يعني بروفيلاكسيس؟ يعني لو دوز نون ستيرويدال، لو دوز اوتيسيز. شنو؟ فور ات ليست شنو؟ 6 مانثس. او 3 مانثس after achieving target serum uric acid. قلنا target serum uric acid القليله لازم اقل من ايش قد الساعه؟ من 6 من 6. وكبر از لونجر ايهما افضل؟ يعني يقول لك استمر عليه لسته اشهر على الاقل او 3 اشهر ورا ما achieve the target. يعني شنو ايهما افضل؟ هسه عفونا من هاي العباره. احنا نستمر عليه 3 اشهر after achieving the target. اوكي يعني 3 اشهر after achieving the target. بس اذا 3 اشهر after achieving the target مثلا احنا خلينا لنفترض سوينا له achieve the target خلال شهر، فوقها 3 اشهر ايش قصر؟ 4 اشهر يصير وقفه، وانما لازم شنو؟ at least شنو؟ 6. اوكي واضح؟ بينما اذا انا اتشيف ذا تارجت مثلا ورا 5 اشهر لازم اكمل وراها شنو؟ 3 اشهر 8 اشهر، لان قلنا هو كبر ذا لونجر، ايهما افضل؟ واضح يعني صار الفكره؟ طبعا انا نوبات يقول هذه 3 اشهر قد تصير 6 اشهر اذا البيشنت عنده توفي او كذا. اوكي يعني؟ هذا هو موضوع الجاوج يعني على سبيل الاختصار يعني هذه الجيد لاين موضوع شكرا.